مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي اليوسف، رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان، فضيلة الشيخ وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ علي اليوسف، السلام عليكم وتحية لك، وعزاؤنا لكم في وفاة الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله رحمة واسعة، وعظم الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يحييك ويكرمك ويبارك فيك، أعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بوفاة شيخنا العلامة الشيخ الحبيب الغالي على قلوبنا جميعا، فقدناه حقيقة، فقدنا علما من أعلام هذه الأمة رحمة الله عليه، غفر الله له ورفع مقامه ومكانه في عليين، أسكنه إلى جوار حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. آمين آمين آمين. فضل الشيخ علي اليوسف، بصفتكم رئيس قسم القدس في هيئة علماء فلسطين وكذلك عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان الشيخ هو مؤسس الاتحاد ورئيس الاتحاد سابقا، كيف تصف لنا فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي من خلال هذين المسارين، مسار القدس وفلسطين من ناحية ومسار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من ناحية أخرى، ولنبدأ بالقدس وفلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشيخ العلامة دكتور يوسف القرضاوي كان اتصاله بفلسطين أخي الحبيب اتصال من بواكير الدعوة، وعندما كان في عام 1940 كان الشيخ القرضاوي يخرج من أجل فلسطين ويتظاهر مع المتظاهرين ويرفع صوته عاليا من أجل فلسطين منددا بوعد بالفور وما شابه ذلك، ثم كانت له زيارة إلى فلسطين إلى غزة العزة والبطولة في نهايات 1957-58، كان له زيارة إلى غزة وبقي شهر رمضان وهناك عايش أهل غزة ورأى منهم ما رأى، لذلك كان يقول عندما أراد أن يذهب في الزيارة الأخيرة عندما ذهب عام 2013 عندما قال أنا أتمنى أن أعود إلى غزة، أنا أود أن أرجع إلى فلسطين، أود أن أدخل إلى هذه الأرض المباركة الأرض الطيبة. الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه كان شيخا فلسطينيا بامتياز، بمعنى يعني أنا لا أريد أن أقول فلسطينيا ولبنانيا وسوريا وعراقيا ومصريا وما شابه ذلك، وإن كان هو أزهري ومصري من مصر الحبيبة العزيزة الغالية، ولكنه كان يدافع وينافع عن القضية الفلسطينية وكأنك تظن أنه مقدسي كالمقدسيين الذين يقفون على أبواب المدينة المقدسة، يدافع بفكره وثقافته بكل ما لديه من طاقة وقدرة وإمكانية، وكان أنا أقول بكل صراحة ووضوح كان الفدائي الأول والعالم الأول في هذا الكون والوجود الذي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية ويناصرها ويؤيدها ويجيش من أجلها. عندما نزل إلى غزة أخذ معه، كان معه برفقته 50 عالما من علماء المسلمين، بل كان يود أن يرجع إلى فلسطين على رأس جمهرة كبيرة من علماء الأمة، ربما تأسيسه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باب من هذه الأبواب، من أبواب جمع الأمة، كل هذه الأمة من أجل أن تكون مع فلسطين. ولذلك في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان هناك لجنة خاصة بالقدس، لجنة القدس في الاتحاد العالمي، وأنا أعتقد بأن هذه اللجنة هي من اللجان الغاية في الأهمية والحساسية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكانت محط اهتمام لشيخنا الشيخ العلامة الراحل الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه. فلسطين افتقدت شيخا وعلما وفوضا كبيرا، افتقدت مناصرا مدافعا بشراسة عن المدينة المقدسة وعن القضية الفلسطينية، لا يبالي لو سجن مرة أو مرتين أو وضع اسمه على الانتربول وطلب لأنه مناصر للقضية الفلسطينية، فتاويه واضحة المعالم. أنا أقول الشيخ القرضاوي رحمة الله عليه معيار في هذه الأيام، نعم معيار للعلماء الصالحين.